يسير في وجداننا وحنينه ينساب في عبراتنا ذكرى النبي محمد تسمو بنا وهداه نور سابح بنفوسنا حب النبي يسير في وجداننا وحنينه ينساب في عبراتنا ذكرى النبي محمد تسمو بنا هداه نور سابح بنفوسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، نتحدث إن شاء الله عز وجل في هذه الوقفة ونتشبه برجل فريد في عصره، تخصص في أمر هذا الأمر هو ملاك نهضة كل أمة. حديثنا إن شاء الله عز وجل عن حافظ الصحابة أبي هريرة، ولا يكاد مسلم على وجه الأرض يجهل أبا هريرة، فقد كتب الله له شهرة ذائعة وحببه إلى قلوب عباده المؤمنين، فلا ترى أحدا يبغض أبا هريرة إلا كان في قلبه شيء. أبو هريرة اشتهر جدا باسمه، بكنيته أبي هريرة هذه، وهذه كنية، ولذلك كاد اسمه أن ينسى، فاختلف أهل العلم في ذكر اسمه واسم أبيه، وذكروا نحو من 30 قولا، فقيل عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن عمرو، وقيل كلام كثير جدا، قرابة 30 قولا في اسمه واسم أبيه، وما ذلك إلا لأنه اشتهر جدا بكنيته، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يناديه إلا بأبي هريرة، ولم يكن أحد من الصحابة يناديه إلا بأبي هريرة، وكذلك تلامذته من التابعين ومن صغار الصحابة كانوا كلهم يقولون عن أبي هريرة، ولهذا غلبت عليه هذه الكنية وكاد اسمه ينسى. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي وفد إلى على النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع للهجرة، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد تأخر إسلامه، ولكنه لم يكن بالمدينة ولا بمكة، إنما كان باليمن، ثم جاء في أيام خيبر في العام السابع للهجرة وأسلم. ومنذ هذه اللحظة التي أسلم فيها أبو هريرة لم يفارق ظله ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرغ له تماما ولزمه ملازمة غاية، بحيث سمع منه ما لم يسمعه كثير من أصحابه، واجتمع عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع لأحد. ولم يكن يكتب أبو هريرة، إنما كان يحفظ، وكان حفظه حفظا عجيبا، حفظ بورك فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه مهمته التي وظف لها حياته وأوقف عليها نفسه، لم يكن يشغله شيء عن فم النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع كل شيء فيودعه صدره ولا يخرج منه أبدا، يجلس مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيقول صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه
حتى أقضي مقالتي لا ينسى شيئا قط حفظه. يقول أبو هريرة: فبسطت ردائي حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا قط حفظ. ويدخل مرة عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه رجلان من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليهم، وهم يدعون، فيقول لهم النبي: ادعوا وأنا أؤمن على دعائكم. فيدعو الأول ويحسن الدعاء، والنبي يقول: اللهم آمين آمين، يؤمن على دعائه. ويدعو الثاني كذلك، ويأتي الدور على أبي هريرة، فيختصر أبو هريرة هذا الدعاء كله الذي سمعه، سمع دعاء صاحبه الأول أطال في الدعاء، والثاني أطال في الدعاء، ولم يرد أن يعطل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فكان فما كان منه بذكائه إلا أن أوجز كل ما يريد في كلمتين. قال: اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. وأضاف عليهم إضافة واحدة ما فيش حد منهم سألها، قال: اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي، كل اللي دعوا بين عايز منه، وأسألك زيادة عليهما علما لا ينسى. فنسان قال: آمين، أمن على دعائه. ففطن أصحابه لهذا وقال: يا رسول الله، ونحن نسأل الله أيضا علما لا ينسى. قال: لا، سبقكما بها الغلام الدوسي، سبقكما بها أبو هريرة، كسبها دي. فكان أبو هريرة لا ينسى شيئا قط حفظه، زائد أنه هو كان ملازم ملازمة تامة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة كان يروي الحديث، كان متفرغا للرواية، كان قاعد لكده. فبعض الصحابة كان أحيانا يستكثر هذا، يقول: يعني أبو هريرة لم يلزم نفسه كما لزمه أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك يروي أحاديث أكثر منهم بكثير، فهو أكثر صحابي بلغنا عنه أحاديث، أكثر صحابي روى. قد يكون هناك من سمع أكثر منه، لكن ممكن ما يكونش تفرغ للرواية، لكن أبو هريرة سمع كثيرا وروى كثيرا. فكان البعض يخاطب بهذا أبا هريرة، يقول له: يعني منين الكلام ده كله؟ أنا تسمعتها ما نسمع إزاي؟ فكان يقول: يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، وإني كنت امرأ مسكينا، كانش عندي هدف في الحياة أن أنا أبني بيوت، ولا أن أنا أسكن قصور، ولا أن أنا أفعل كذا أو كذا أبدا، أنني كنت امرأ مسكينا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ألزم النبي على ملء بطني، يعني كل اللي أنا هم عليه بس أن أنا أجد لقمة أكلها آخر النهار، أي حاجة يأتي صدقة ولا حاجة فيعطينا منها، هدية فيشركنا فيها، عنديش طموح تاني. إني كنت امرأ أصحاب النبي على ملء بطني. وكان إخواننا المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، المهاجرين لما جوا من المدينة كانوا مش عايزين يعيشوا عالة على أحد، فكانوا يروحوا يشتغلوا في التجارة طول النهار، وإخواني من الأنصار يشغلهم الزرع، بزرعوا أراضي وكلام من ده. وأنا رجل جلست مع أهل الصفة، مع الفقراء، أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين في المسجد للنهار ويتعبد الله عز وجل ونسمع الأحاديث وما لناش حاجة غير كده. قال: وكنت امرأ من أهل الصفة، فلذلك سمعت ما لم يسمعوا وحضرت إذ غابوا. كان بعضهم بغيب يروحوا بيجي، حتى إن مرة من المرات يحدث بحديث فتنكره عليه السيدة عائشة رضي الله عنها، فيقول لها: يا أماه، إنه لم يكن يشغلني عن النبي صلى الله عليه وسلم المرآة ولا المكحلة. لا لا، معلش، أنا بقى سمعت دي بنفسي، وكونك لم تسمعيها لا يطعن في سماعي لها، لأنني كنت متفرغا جالسا ملازما لهذا. لكن أنت ممكن ما تسمعيش، ممكن جدا ما تسمعيش حديث، ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيك كل الأيام، يأتيك يوم من 9 أيام أو يومين في 9 أيام، بيأتيك كل أسبوع مرة أو أقل أحيانا، وأحيانا لما يأتيك كل منشغلة بالتجمل والتزين له، وده الواجب. لكن أنا بقى مش عندي حاجة غير النبي صلى الله عليه وسلم، أعد له ليل نهار وراه في كل مكان، فأسمع ما لم يسمعه أحد. وحتى أراد مروان بن الحكم، وكان والي المدينة، أن هو يمتحن حفظ أبي هريرة، شوف الراجل ده بيقول من دماغه ولا إيه. فدعاه مرة وقال: أملي علينا بعض الأحاديث، سمعنا شوية أحاديث. فأملي عليهم 1000 حديث، وأجلس مروان رجلا خلف الستار أو الحجاب يكتب كل ما يقول أبو هريرة، كتب 1000، وسابوا سنة وجابوا السنة اللي بعديها. قال له: يا أبا هريرة،
لقد ضاع الكتاب الذي أو الذي سمعناه منك آخر مرة، حدثنا بحديث. فجلس أبو هريرة يحدث بالألف الذي حدثهم منذ عام لم يغير فيهم حرفا واحدا. كان أبو هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق غير منازع. ولذلك صار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه محط أنظار وسهام المغرضين. أي واحد عايز يسقط السنة يبدأ بأبو هريرة، إن أبو هريرة يروي عامة الأحاديث، فإذا سقط أبو هريرة سقطت السنة كلها. وحشاه من ذلك. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. حب النبي يسير في وجداننا، وحنينه ينساب في عبراتنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زلنا في رحاب هذا الحافظ الكبير، حافظ الصحابة كما كان يسميه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ولأن هذا الرجل صار علما مميزا في هذا الباب، وصار علامة على حفظ السنة وعلى روايتها، توجهت إليه سهام الناقدين المغرضين من كل جانب. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيهم، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وكيدا وكمدا إنه لذميم. فصاروا يطعون فيه بأمور هي في واقع الأمر من مناقبه، يعني كان مما طعن فيه الطاعنون كما أسلف حتى المغرضون منهم، إن هو روى كثيرا جدا. قال لك وهو يروي الحاجات دي كلها إمتى يعني؟ مع إن في الواقع كل ما جاءنا من حديث أبي هريرة لا يجاوز خمسة، لا يبلغ 6000 حديث، كله لا يبلغ، لا يجاوز هذا الرقم، يعني 5000 وكسر. وعامتها أحاديث مختصرة، سطر سطرين ثلاثة كده يعني. فلو نحن قسمنا، وكثير جدا منها نسبة 90% أو أكثر مما رواه أبو هريرة رواه باقي الصحابة. يعني أبو هريرة ما تفردش بالأحاديث دي، مش هو بس بيروها لوحده، لا ده هو مثلا بيروي حديث في الزكاة يرويه عمر بن الخطاب، ويروي حديث في الحج يرويها أبو بكر الصديق. فهتلاقي كل حديث من أحاديثه الكثيرة جدا دي يجتمع معه فيه بعض الصحابة، لكن ميزته هو جامع كل هذا وحده. الصحابي الذي اجتمع معه في حديث ما مش معاه في كل، مش معاه في الباقي، لكن أبو هريرة مع الجميع، مع ده ومع ده، فهو سمع مثلهم جميعا كثير ما رواه يعني. فأنا عايز أقول إن كثير جدا مما رواه أبو هريرة عامته ما تفردش به، مش هو بس ده رويه، ده رواه غيره من الصحابة. ولو إحنا جمعناه كله ما يجيبش مجلد، يعني يدوب في مسند الإمام أحمد بن حنبل في الطبعة القديمة اللي كانت 6 أجزاء دي، مسند أبو هريرة فيها مجلد واحد، 6000 حديث، يعني قول حوالي يا سيدي 1000 صفحة، 1000 صفحة. والراجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، 3 سنوات يعني كام؟ يعني حوالي برضو 1000 يوم، حوالي 1000 يوم. يعني هو كأنه كان بيروي عنه كل يوم صفحة، ودي مش كتير ولا حاجة لرجل متفرغ لهذا وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كلامه كله دين، كلامه كله تشريع، ما فيش فيه هزار، وحتى مزاحه وجده وهزله كله يحتكم إليه وينتفع به ويسار عليه، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان عبد الله بن عمرو يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحيد اللي بيكتب، كانوا كلهم بيسمعوا يعني. فكان عمرو يكتب كل، عبد الله بن عمرو كان يكتب كل شيء، حتى لامته قريش وقالت له يا عبد الله أتكتب كل ما يقول محمد؟ ومحمد بشر يتكلم في الرضا والغضب، أحيانا يكون متضايق زعلان بيهزر، يعني ما تكتبش كل حاجة، يعني انتقي، شوف الكلام المهم بس يكتبه، واللي مش مهم سيبه. فذهب عبد الله بن عمرو بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنهم يقولون لي كيت وكيت. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار إلى فمه الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا حق. قال له اكتب كل حاجة. فلو هو بيكتب كل حاجة طول النهار أبو هريرة ويحفظ كل حاجة، فلما يحفظ كل يوم صفحة، طبعا أكيد نصلا بيتكلم أكثر من كده في اليوم، يعني قطعا بيتكلم بأكثر من صفحة، فكل ما جاءنا عنه صفحة بس في اليوم عن أبو هريرة، فده مش كتير في الواقع. يعني عندما نيجي نقسم ما رواه أبو هريرة على أيامه وعلى صحبته تلك، ما يطلعش رقم كبير،
حاجة مش تغض يعني، ويطلع ان كتير جدا منه وافقوا عليه الصحابة، وان هو تفرد بمجموعة احاديث بسيطة جدا مش كتيرة قوي لا يطعن في رجل حافظ بمثلها. لكن صار ابو هريرة كما قلت هو الغرض الذي يبدأ به كل من أراد أن يسقط السنة. فترى الشيعة الروافض المجرمين يصبون جام غضبهم على أبي هريرة ويتهمونه بالكذب، حاشاه من ذلك، ولماذا يكذب؟ وبما يعود عليه الكذب أصلا؟ يعني هيكذب ليه؟ إيه المصلحة اللي ممكن تأتي لرجل كهذا ترك الدنيا جميعا وراء ظهره وتفرغ لرواية الحديث؟ تبدأ يكذب ليه؟ لو كان عايز فلوس كان اشتغل، يعني ما فيش هناك سبب منطقي يدعو مثل هذا الرجل الذي ترك الدنيا بكامل اختياره إلى أن يكذب. وبعد كل ذلك في عهد عمر يوليه عمر على البحرين، يعني هو ما كانش رجل يسعى لشيء، ده هو عمر معروف لا يجامل أحدا، رين ويجلس فيها وقتا، ثم يبلغ عمر أنه قد أثرى صار معه فلوس فيستدعيه إلى المدينة ويقول له يا عدو الله ويا عدو كتابه، معروف شدة عمر في مثل هذا، من أين لك كل هذا؟ هذا المال من أين لك؟ جئت بهذه العشرة آلاف درهم من أين؟ فيقول له أبو هريرة لست عدو الله ولست عدو كتابه، وإنما أنا عدو من يعاديهما. قال فمن أين لك هذا المال كله؟ قال هذه خيل تناسلت، كان عندي خيل فلا تتناسل وأبيع منها وكذلك، وعطايا تتبعت. فيقول له عمر أدها إلى بيت مال المسلمين. فيذهب أبو هريرة بماله هو، لم يأخذ شيئا من أموال المسلمين أصلا، ولا ومع ذلك يذهب بهذا المال كله إلى بيت مال المسلمين طواعية لأمر عمر، ثم يقول اللهم اغفر لعمر. وتمر الأيام ويحتاجه عمر مرة أخرى ليوليه على نفس المكان، فيقول له أبدا لا ألي لك بعد اليوم شيء. فيقول له ولما؟ فيقول أتولى لك فيشتم عرضي ويضرب ظهري ويؤخذ مالي؟ ثم يقول له أخاف أن أقضي بغير علم أو أحكم بغير حلم، فيخلي عمر سبيله. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يكن هناك شيء يدعوه إطلاقا للكذب حتى يكذب، وهو الذي اختار هذا الطريق بنفسه ونأى بنفسه عن الدنيا. لو كان يبتغي دنيا لفعل كثيرا كما فعل غيره ممن أرادوا أن يبنوا شيئا من الدنيا بالحلال الطيب، ولا يمكن أبدا أن يأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على دين الله عز وجل وعلى حفظ حديثه ثم يخون. إن هؤلاء الصحابة اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه بطانة النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله على عيني. أترون أن الله تعالى يسيء اختيار البطانة لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما لا يظنه أحد قط. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلغ مبلغا كما قلت ما بلغه أحد قط مثله من أصحاب نصلا في مسألة الحفظ، وكان محببا إلى الناس سبحان الله العلي العظيم. ولهذا سر أم أبي هريرة كانت لا تزال تناقشه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تأبى الإسلام ويلح عليها بأن تسلم وتأبى. وذات مرة كلمها في شأن الإسلام فأبت، ثم آذته في النبي صلى الله عليه وسلم، سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي من ذلك عنة شديدا وخرج حزينا باكيا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أعرض على أم الإسلام فتأبى، واليوم آذتني فيك إذاء شديدا، فادعوا الله لأم أبي هريرة حتى يهديها الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديها الله وأن يحببها وأبا هريرة إلى عباده المؤمنين. فرجع أبو هريرة جذلانا فرحا مسرورا يبكي من الفرح كما كان ذاهبا يبكي من الحزن ليبشر أمه، وما أن وصل إلى الدار حتى سمع صوت الماء وعلم أن أمه تغتسل وخرجت إليه وهي تقول أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فآمنت وحببها الله عز وجل وأبا هريرة إلى عباده المؤمنين. فلا ترى أحدا قط من المسلمين إلا يحب أبا هريرة، وإذا رأيت أحدا يبغض أبا هريرة فاتهمه على الإسلام، فهو زنديق
كل من يبغض أبا هريرة فهو زنديق، لأنه يسقط الدين، لأن أبا هريرة هذا ناقل الدين، إذا سقط ناقل الدين سقط الدين. فأبو هريرة فرغ عمره لهذا الأمر، ونحن نحتاج أن نتشبه به في هذا. وطالب العلم لا يمكنه أن يصل فيه إلى مثل ما وصل أبو هريرة، أو إلى قريب من هذا، وشتان بين أن يصل أحد إلى هذا المنصب في العلم إلا بحسن القصد والتفرغ والانكباب على العلم، لكن الانشغال بأمور كثيرة لا يكاد يصل إلى شيء. يعني بعض الناس يلهيه كما يقول الشاعر، تقول له الشتاء، يقول لك والله الشتاء ده برد وأنا أذاكر في الصيف إن شاء الله. يأتي الصيف يقول لك والله بس الدنيا حر ورطوبة عالية وأذاكر في الربيع، ويقعد كده يتنطط من شهر إلى شهر ولا يفعل شيئا. فالشاعر يقول له إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. ينبغي أن ينكب المرء على العلم وأن يحدد هدفه ويصبر، فإنه لا ينال العلم براحة الجسم، وإنما ينال بالصبر والفقر كما قال الشافعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حب النبي يسير في وجداننا، وحنينه ينساب في عبراتنا، ذكر النبي محمد تسمو بنا، وهداه نور سابح بنفوسنا. حب النبي يسير في وجداننا، وحنينه ينساب في عبراتنا، ذكر النبي محمد تسمو بنا، هداه نور سابح بنفوسنا.